احنا الان في خشبة عروض المباشرة، عروض المشاغل اللي تضم صناع من جميع الفئات ديال حرف الصناعة التقليدية تنمثلوها في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للخشب. وكل دورة عندها واحد النوعية. هاد الدورة هادي اللي توقفت من بعد داك الإكراهات ديال كورونا، ومن بعد احنا انطلقت الحياة واستضفناها. كما تتشوفوا المعرض تيضم أروقة جد متنوعة من جميع جهات المملكة، وبحضور كذلك واجن لدول من الدول اللي شاركت معنا المرة الثانية في المعرض الدولي. وبالنسبة للحرفة ديالي كما تتشوفوا تندير الحرفة ديال الخرم اللي يسميتها بالفرنسية لجوغاج، هي حفر الخشب بمنشار يدوي حفظنا على الموروث الثقافي ديالنا، الموريث والهوية، عوض أن نستغلوا بالآلات الكهربائية الحديثة اللي تعطي واحد الغزارة في الإنتاج ونوعية. الآن احنا مازالين احتفظنا بهذا المنشار اليدوي اللي تتشوف فوق المنجرة، وكذلك الصناع اللي حدايات يمثلوا كل حرفة عندها واحد الصانع ديالها اللي خدا هذا الموروث من الأجداد وتوارثناه، والآن احنا حاملين المشعل باش نوصلوه كذلك بدورنا للجيل القادم إن شاء الله، باش نحافظوا على هذا الموروث بالهوية ديالو. ماشي مشكل يكون إبداع، ولكن الهوية والحداثة تمتزوا باش يعطونا هاد الأرويقة. هاد الدورة هادي تتميز بكثرة العريضين أولا، والتنظيم ثانيا، أن يعني التنظيم من النهار من اليوم الأول، يعني البوادر ديال التنظيم باينة، وكذلك تنوع الجهات ديال المملكة، لأن كل جهة عندها واحد الموروث ثقافي وعندها واحد الحرفة اللي هي تتمتاز بها. وهاد الحرف كلهم هي فرصة للتواصل وتبادل المعارف ما بين الصناع التقليديين. في الحقيقة احنا بحاجة لهذا مثل هذا. وتنشكروا السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية جهة فاس مكناس السيد عبد الملك البوطيين على المجهودات ديالو لاحتواء هذا المعرض باش يكون قبلة في مكناس. كذلك تنشكروا جميع الوزارة الوصية كذلك، وتنشكروا الجميع تحت إشراف وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصر الله. تنظن وتنعتقد بأن الحرفة ديال الصناعة التقليدية عندها خصوصيات، وهاد الآلة الكهربائية اللي هي غزات يعني السوق وغزات الحرفة هي اللي يعني الوتيرة ديال الإنتاج باش يكون الإنتاج بسرعة. أما الصناعة التقليدية هي طابع ديالها تقليدي ويدوية، حتى إلا بغينا نبدعوا فيها ما يمكنناش نفقدوا هذاك الهوية ديالها وداك الثقافة ديالها اللي خدينا. فالصناعة دابا الآلات الكهربائية اللي تتعرض الآن في السوق هذا ما عندهاش محل في العرض بالنسبة للصناعة. يعني هاد الأرويقة اللي تتشوف وهاد الصناعات كلها اللي تتشوف كلها داخلة في طابع الصناعة التقليدية. يعني الآلات الكهربائية تنوجدوها في النظارة مثلا، لابد غادي نحتاجوا النظارة، ولكن بالنسبة للنقش ولا المقرنصات ولا الخريم ولا الزواق ولا الحرف ديال النحت ولا النقش كلهم تيعتمدوا على الأنامل ديال المعلم اللي هو تيتعلم في واحد السن صغير وتيبلور داك الفكر ديالو حتى تيولي عنده كفاءة حتى هو، وبدوره تيعطيها. أنا عبد ربي عندي تجربة في التكوين حوالي 12 سنة، التحقت بالمعهد فنون الصناعة التقليدية في سنة 2012 إلى يومنا هذا، تنستقطبوا الجيل بعد جيل، والحمد لله يعني الوتيرة غدا والمردودية كاينة. هنا كنتواجدوا الحمد لله في هذا المعرض، هذا المعرض الدولي للخشب في النسخة ديالو الخامسة اللي كتنظموا غرفة ديال الصناعة التقليدية مع العديد من الشركاء،
اللي بصراحة هذا المعرض هذا اللي صراحة كيجمع واحد العديد من الصناع المغاربة، بالإضافة إلى عارضين من خارج أرض الوطن. أنا صراحة يعني أنا بالنسبة لي غنتكلم على نفسي بأن أنا كنزاول هذا الميناء ديال الفن، نحس على خشب العرعار وخشب الأرز، يعني هذا الخشب هذا اللي كيتواجد في، يعني الحمد لله بالنسبة للمنتجات الأولية ما كاينش شي صعوبات بالنسبة للمواد اللي كتوصلنا حتى الجهة ديالنا قريبة لينا، وما كاينش شي صعوبات هذا. وبالنسبة للتسويق يعني مشكور الغرفه ديال الصناعه التقليديه لجهاز فاس مكناس اللي كدير واحد المبادره كبيره باش انها كتوجد واحد الراحه للصانع التقليدي باش يسوق المنتج ديالو في العديد من المعارض الوطنيه والدوليه. وهذا كاين هذا المعرض ديال الدولي للخشب في النسخه ديال الخامسه، يعني كيشهد واحد المشاركه ديال العديد من الصناع اللي كيف في هذا الصنف ديال الخشب. وكما كتشوفوا هنا كاين يعني الامور الحمد لله الاروقه كلها متنوعه بجميع الاصناف ديال المنتجات الخشبيه بما فيها الديكور والتزيين والى غير ذلك. بالنسبه لهذه الحرفه انا خديتها على كما كاين تيقولوا مهنه العائله ميسيد فامي، انا خديتها على الوالد ديالي وعلى الاجداد ديالي والوالد ديالو حتى الوالد خدها على الاجداد ديالو. وحنا الحمد لله بفضل التكنولوجيا بفضل كل شيء يعني طورنا الامور باش نحاولوا نمشيو بها لقدام وتبقى ونحاولوا ما امكن اننا نطوروها ونخليوها تستمر. بالنسبه للمهنه ديال النحت ما كاينش منافسه الحمد لله، تنقول لك حنا جوج ولا ثلاثه على الصعيد في الجهه اللي كنزاولوا هذه المهنه، هذه ما كاينش منافسه.